إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين ابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا يا سيد الشهداء غريب يا مظلوم كربلاء حي الزوار يا ابو علي فلا يأمن الجاني بغير حماهم وجاره لم يخش جورا ولا فقرا فهم علة الإيجاد والسبب الذي به الله سن الحشر للخيل والنشر كن في صلب آدم جدهم لما سجد الأملاك طرين له شكرا ولولاهم لم يخلق الله آدما ولم ينجنوح لا ولا فلكهم قرا ولا النار صارت جنة لخليله وما كان بالعصا فلقل بحرا ولا رفع الله المسيح إلى السماء ولا كان عن أيوب قد كشفت
النُّرَّان فمن كان هذا جدهم كيف لم يكن لهم شرف الأولى على الخير والأخرى ولو لم يكونوا خير من وطأ الثرى مزايا لما كان الزمان بهم أزرى 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 فشتتهم في الأرض حتى قبوره فبعضا ببغداد وبعضا بسامراء أرض طوس والبقيع وبعضهم حوى الشرفين وادي الغري له قبرا ودع عنك وادي الطاف إن حديثهم أحال فؤادي عند تذكاره جمر الشيع من ياصل لارض البقيع ويجذب العبر الحسن وانا ما تدلوني اعلى قبره والسجاد ومهجة الباقر وصادق العترة وارهم هدموها فلشوا منها الضريح ويلي البقيع بدفنة المسموم قلبه من المصيبة ذا هامل دم عتوا عنده على أرض الطفوف اعتاد أنا يا كربلا بتربي دفنت الحسن المسموم ما خليت متعطل على حر الثرى كم يوم غسلت بجار الماي ما غسلت من الدموم وساعة دفنت حضره عند أهله والأحباب لفاني موكب التشيع جنازة بهيبة مرفوعة جسم ما هو مضلع ولا هم كسر ضلوعة ولا قلبه سهم مرمي قطعة منه منزوعة ولا سبيا إلى نسوان ولا حرقا إلى حطنا جهزت من حال عليه من الأهل لما
هذا يودع وهذا يقبل راسه ويشمت. ولما صار في قبره ورشيت القمر للماء بسط تراب ورته ما خليت فوق تراب. صاحت كربلاء اعتابك زيد لوعتي وهمي ما يحق لك تعاتبني على اللي بتربتي مرمي دفنت وفضل سواني جليلة وارتفع باسمي. تعالوا شوف زواري زحمتهم على الأعتاب وشوف شلون زوارك يزورون الحسن في خوف ما حد يقدر يوصل لقبره وبالسكينة يطوف. لكن شوف زواري شمسوا يا بأرض لطفاف أول ما يرى الزائر أعتابي يقبل الأعتاب. ويلي غلب قضوبنا كم دوب هدم هدم وحزننا يا ابن حامل جار هدام قبور اجدادك الطاغوت هدام وساواها مثل قبر الزكية يا بساواها مثل قبر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر من هذه المقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم قمر ليلة البدر. في هذا الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيان لفضل مقبرة بقيع الغرقد، والبقيع هو الأرض التي تشتمل على أشجار شتى، والغرقد هو العوسج وهو شجر كبير كان في أرض البقيع. اختار الرسول صلى الله عليه وآله هذا المكان، وهذا الاختيار اختيار رباني، لأن الرسول صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة
على شاكرها صلوات الله وسلامه عليهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الرواية اتفق عليها الشيعة والسنة أن الرسول صلى الله عليه وآله خرج يبحث عن موضع يدفن فيه قتلاه من المسلمين، فلما وصل إلى بقيع الغرقد قال أمرت بهذه الأرض. في التاريخ يقال أن البقيع كان مقبرة قبل اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما اختارها الرسول صلى الله عليه وآله لما اختار البقيع أصبح يدفن فيه أهل الإسلام خاصة، ومجاور لها بستان يسمى حش كوكب كان اليهود يدفن فيه، ثم ألحقت هذه المقبرة بمقبرة البقيع. الرسول صلى الله عليه وآله حينما اختار هذه الأرض وبين فضلها إذ يحشر من هذه المقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، تكريم لهذه الأرض ولموقعيتها. وما كرمت هذه الأرض إلا بأجساد حوتها هذه الأرض، أجساد جليلة يقف الإنسان أمامها إكبارا، يقف أمامها احتراما، يطأطئ لها عرفانا بمقامها. ففيها قبر الإمام الحسن الزكي، وكما ينقل كانت أكبر قبة في بقيع الغرقد هي قبة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى جانبه الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام الباقر، والإمام الصادق عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، إلى جانبهم قبر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك قبر فاطمة ابنة أسد والدة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي من أوائل من سبق إلى الإسلام وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله. هناك زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله معلم لبعضهن، وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله أي الربائب، وإلا هن بنات هالة أخت خديجة سلام الله عليها، وهناك صفية وعاتقة عمتي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك أم البنين فاطمة ابنة حزام الكلابية والدة العباس، هناك إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك عثمان ابن مضعون أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك عبد الله ابن جعفر، هناك شهداء الحرة شهداء الوقفة الصامدة، هناك بعض الجرحى الذين توفوا في واقعة أحد فدفنوا هناك حائط لهم، هناك حليمة السعدية، هناك إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هناك عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نقل قبره من قرب قبة الرسول صلى الله عليه وآله إلى جانبه، تشرف ذلك المكان كله بجسد رسول الله صلى الله عليه وآله. سإنسان لما يقبل القرآن يقبل ماذا؟
إذا قبل القرآن قبل غلافا. ما قيمة هذا الغلاف؟ قالوا إنما نقبل المحتوى وما نقبل من الأضرحة إلا المحتوى، وما نقف على شباك إلا للمحتوى، وإلا لا حاجة لنا في تقبيل حديد أو ذهب أو فضة، فكل رجل عنده في البيت ذهب وفضة وحديد لا يخلو بيت، لا نراه يقبل ذلك إلا للدافع الذي يقبل من أجله ذلك الغلاف لمحتوى ما في كتاب الله جل وعلا. شيعة وسنة يقبلون القرآن وهو قرآن صامت، والقرآن الناطق هم أهل البيت. هذا قول أمير المؤمنين إلى أين؟ هذا قرآن الله الصامت وأنا قرآن الله الناطق، فإلي إلي. فإذا قبل لإنشان القرآن الصامت لا بد له أن يقبل القرآن الناطق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله خلف في هذه الأمة الكتاب الصامت والكتاب الناطق، وأمرنا بالتمسك بهما، ووعدنا الهداية وعدم الضلال ما دمنا قد تمسكنا بالكتاب والعترة. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحول. من أول من دفن في هذه المقبرة؟ أول من دفن في هذه المقبرة بعد اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله لها هو أسعد بن زرارة الأنصاري. وأول من دفن من المهاجرين فيها هو عثمان بن مضعون. ورأى الصحابة الرسول صلى الله عليه وآله يشيع جنازته ويعلم قبره، ثم دفن ثالثا فيها إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما رأى الصحابة أن إبراهيم قد دفن في هذه الأرض هبوا إليها وقطعوا منها أشجار الغرقد وأصلحوها لدفن قتلاهم وموتاهم رغبة فيها بعدما رأوا ما دفن فيها. وظلت المقبرة تتشع لدفن الموتى والقتلى من أهل المدينة، والرسول صلى الله عليه وآله يحضر في تشييع هذا وذاك لإيمانه وصلاحه، وكان يؤكد على زيارة هذه المقبرة. فالرواية عند الإخوان عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت كلما كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج الرسول صلى الله عليه وآله لزيارة أهل البقيع، يقف عليهم ويقول سلام عليكم يا أهل بقيع الغرقد. وهذه رواية عن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله موهبة، يقول أيقظني الرسول صلى الله عليه وآله وقال قم معي فإني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فخرجت معه حتى وقف عليها وقال سلام عليكم يا أهل القبور ليهنئكم ما أنتم فيه، أقبلت الفتن يتبع بعضها. آخر زيارة لرسول الله صلى الله عليه وآله للبقيع، ليهنئكم ما أنتم فيه أقبلت الفتن يتبع بعضها بعضا
آخرها أعظم من أولها. يقول فلما عاد الرسول صلى الله عليه وآله ضربته الحمى. فالرسول صلى الله عليه وآله له موقف في كل ليلة عند هذه المرأة وهي الشاهدة بلسانها أنه يذهب ليزور، يؤكد هذا المعنى أن عوسجة ذهب ووقف مما يلي دار عقيل ابن أبي طالب، مما يلي الباب، باب الدخول الآن إلى المقبرة، كان هنا بيت عقيل. وقفت أستغفر لأهل القبور، وإذا بالإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يمر علي، فقال: يا عوسجة، أمن أثر أنت واقف ها هنا تزور القبور؟ قلت: لا يا ابن رسول الله، يعني مو متبع أحد، ولكني وقفت في هذا المكان لأستغفر لأهل القبور، أدعو لهم. قال: أما والله إنه مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، في كل ليلة يزور فيها البقيع. يعني هذا مكان، أنا ليش أسألك الإمام الصادق، ليش أسألك عن هذا المكان بالذات؟ لأنه موقف رسول الله، لأنه مقام رسول الله، إذا جاء لزيارة قبور البقيع يقف في هذا المكان الذي أنت واقف فيه، ويستغفر لأهل البقيع. وبقيت هذه المقبرة، شوية نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدين نصل إلى المضمون. أخت عكاشة أم قيش تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا جاء إلى بقيع الغرقد حوله الصحابة، قال: يحشر من هذه المقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من الله جل وعلا. فقال رجل، والدليل على أن هذا الرجل عكاشة جواب الرسول صلى الله عليه وآله، يقول: فقال رجل: وأنا منهم يا رسول الله. قال: وأنت منهم. فقام آخر قال: وأنا منهم يا رسول الله. قال: سبقك عكاشة. بس السائل يسأل الراوية أم قيش أخت عكاشة: ليش ما أجاز الرسول؟ ليش ما قال لي وأنت بعد؟ قالت: أحسبه من المنافقين. الرسول عنده آداب عالية وأخلاق رفيعة، لماذا يصلي الرسول صلى الله عليه وآله على المنافقين ولكن يميز في الصلاة عليهم 4 لا 5 في التكبير؟ يفرق بين المؤمن والمنافق، لكن بأخلاق رائعة. الرسول صلى الله عليه وآله ما يقول ما أصلي على هذا، سيصلي عليه، ولكن فرق تكبيرة واحدة. ما يقول أنت لا من المنافقين، روح أصلح نفسك وكذا، ما يهين أمام الناس كأنها 70,000 خلصوا بعد ما كلها عكاشة. قال: سبقك عكاشة بها، يعني أخذ هذا التذكرة، آخر تذكرة إلى الدخول إلى الجنة بغير حساب من 70، سبقك عكاشة. أي روعة في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: بقيت البقيع محط أفئدة الناس، وبنى الناس تلك القبور لأنها قبور أولياء، لا قبور سائر الناس. أولياء قدموا للإسلام ما قدموا فميزوا، إلى أن جاء ذلك اليوم الأسود. ولمرتين، خلي المرة الأولى سنة 1220 أول ما تحالف وال من الجزيرة العربية وهو محمد بن مسعود وسعود مع محمد بن عبد الوهاب، النتاج البريطاني، التاريخ واضح، واتفق على تكوين دولة
لكنهم أرادوها من جهة العراق أولا، فزحفوا على القبائل، قتلوا من قتلوا إلى أن وصلوا إلى كربلاء، وقيل هدموا ضريح الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ونهبوا النفائس منه، ثم توجهوا إلى النجف فاصطدموا بصلابة الموقف فعادوا أدراجهم، فرأوا أن يكونوا الدولة في الجزيرة العربية، فكان لهم ما شاءوا، ذهبوا إلى مكة، سيطروا على مكة، ثم ظهر الحقد الدفين في مقبرة المعلى، فهدموا القباب التي على قبر خديجة وعلى قبر عبد المطلب وأبو طالب وغيرهم، ثم ذهبوا إلى قبة بيت مولد رسول الله صلى الله عليه وآله فهدموها، وكذلك مولد الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام فهدموه، ثم زحفوا إلى المدينة فقتلوا من قتلوا، ثم هدموا تلك القبور، أي المرة الأولى بقول 120 عام من سنة 1220 إلى سنة 1344، وحط فوقها 4 سنوات. لما جاءت الدولة العثمانية قضت على دولة آل سعود وأعادت البناء، وبقي البناء شامخا عاليا إلى أن أعادت الكرة آل سعود مع محمد بن عبد الوهاب علماء ونتاج تخرج، لكن هذه المرة أرادوا أن يهدموا القبور، ولكن بوازع ديني. وازع ديني شلون؟ يعني لابد من فتوى تصحح لهم عملهم، فكتبوا رسالة أنه يحرم بناء القبور، وذهب بها قاضيهم في ذلك الزمان وهو سليمان ابن بليهد، واجتمع مع علماء المدينة وتحت السيف والتهديد والاضطهاد وقعوا على تلك الرسالة أنه لا يجوز بناء القبور، فاتخذوها حجة لهدم القبور، وعادوا في الثامن من شهر شوال، هذا الشهر قبل يوم، يوم الثلاثاء الفائت، وهدموا تلك القبور، وعزموا على هدم القبة الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن أهل الإسلام تظاهروا ورفعوا الشعار المندد بهذه العقلية التافهة، هذه العقلية الساذجة الحاقدة المبغضة لأهل البيت، فمنعوهم من هدم تلك القبة الشريفة. وإلى الآن تجد من في اليمن من يقول لا أزور المدينة فإن علماء المدينة يداهنون الروافض في عدم هدم قبة رسول الله وقبره. وقال ابن باز عالمهم المقبور لا أزور المدينة ما دام هذا الصنم قائم. شوف لفظة هاي، هذا الصنم قائم، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قائلهم عصاي خير من محمد صلى الله عليه وآله، فعصاي تنفعني ومحمد مات ولا ينفعني. هذه العقلية. هل سيسأل الإنسان لماذا هدموا القبور؟
هل لأنهم أحرصوا على الإسلام من سابقهم من عهد رسول الله إلى ما قبل 200 عام حتى ظهر المصلح الأكبر والعارف بالدين والمصحح للإسلام وقال أن هذا خطأ وينبغي الهدم؟ أليس القرآن أقر بنيان المسجد على القبور؟ في قضية أهل الكهف حينما اختلفوا في أمرهم بعد موتتهم الثانية، أهل الكفر قالوا ابنوا عليهم بنيانا، لكن الذين غلبوا على أمرهم أهل الإسلام أهل الإيمان، ماذا قالوا؟ لنتخذن عليهم مسجدا. القرآن هو اللي مو رواية منقولة، مو قصة، القرآن قالها وبكل قوة، وما علق نقدا عليها أو فندها. مو عادة القرآن، عادة القرآن إذا شيء لا يرتضيه الله جل وعلا يعلق عليه نقدا تفنيدا، ولكن حينما يتحدث عن الأمر ويسكت فسكوته تقرير لهذا الأمر. الله جل وعلا، ولكن هذا الأمر صنعوه أولا، أحد العلماء يحلل لماذا هدموا، قال أولا للقضاء على الإسلام. إذا قضيت على الأثر قضيت على المؤثر، وإذا قضيت على مدلول الشيء فكأنما قضيت على الشيء نفسه. أرجوك لو كل آثار الإسلام تختفي، طبعا مصلحة من؟ يقول لك بالدرجة الأولى مصلحة اليهود، هم الذين أرادوا أن يقضوا على الإسلام وعلى آثار الإسلام. بس الدواعش هاي شنو؟ الدواعش هاي اللي جايين يهدمون قبور الأولياء والأنبياء والصلحاء والآثار الإسلامية خدمة من؟ وهم نتاج من؟ نتاج اليهود. كل هذا في مصلحة اليهود. كل شيء شيل غطاء هذا وحط هذا الغطاء، شيل الوهابية وخل عليها الدواعش، ولا الصورة واحدة، الأصل واحد، المذهب واحد، العقيدة واحدة، تربية يهود بجدارة 100% بتحتاج. هاي لمصلحة من؟ طبعا يقول لك لمصلحة اليهود، لما تقضي على آثار المسلمين أصلا هم ينكرون رسالة الرسول صلى الله عليه وآله، فإذا قضوا على آثار الكوين الرسول وين عندكم؟ لما تقضي على هالآثار كلها تقول وين مسجد الجن؟ ماكو مسجد الجن. أكو قضية جن؟ ماكو. سيقول لك لماذا بعد ذلك الهدم ذهبوا إلى باب الحصن مال خيبر وفتتوه حجرا حجرا؟ سيقول لك ما صارت واقعة خيبر، فما مش ماكو دليل. اقضي على الآثار، اقضي على المؤثر. أول القضاء على الإسلام، ثانيا للقضاء على ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا هنا الصورة الحقيقية، قضاء على آثار أهل البيت والقضاء على ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ودافعه الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. ليش؟ مو هو زعيمهم ابن تيمية شي يقول لا نقبل إسلام علي بن أبي طالب لأن إسلام باطل لأنه أسلم صبيا؟ هذا رأيه في أمير المؤمنين، هذا رأيه في إسلام أمير المؤمنين. شوف الحقد والحسد. هسه إذا الرسول صلى الله عليه وآله يقبل إسلام أمير المؤمنين وإيمان أمير المؤمنين، أنت منو؟ شنو موقعك؟ شنو مقامك حتى تجي تفند عمل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مش القضية تشريع، كل واحد يشرع.
من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله شرع من شرع. ولما جو دور أمير المؤمنين قال لو تمشي على سيرة الشيخين نبايعك، ما تمشي على سيرة الشيخين. قال لا، هم اجتهدوا برأيهم، أنا بعد عندي رأي اجتهد. ليش يعني الحجر هذا ليش على فلان وفلان؟ إذن أحقادهم أظهروها لأنهم تأسفوا على عدم حضور الواقعة، ما حضروا في قتل الحسن، ما حضروا في قتل الحسين، ما شاركوا في كربلاء، فتتبعوا تلك الأجساد رميما. ليش يقول لك لما الحجة يظهر عجل الله تعالى فرجه؟ يقتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام. اليوم أكو واحد يعترض، بالأمس يمكن يعترض، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إيش ذنبهم ذولة؟ يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، شوية لو طولت عليك دقيقة، يستاهل هذا اليوم، تستاهل هذه الحادثة أن نبينها واضحة جلية أيها المؤمن. أحدهم يدخل على الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول له حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ما هو؟ قال له إذا خرج الحج القائم منكم أهل البيت يقتل ذراري قتلة الحسين. قال إنه فعل حق. قال ما ذنبهم والقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال صدق الله جل وعلا فيما يقول إلا أن هؤلاء رضوا بفعلة آبائهم وافتخروا بها. هسه ما شايفين بعض المقاطع اللي يطرشونها إلى الدواعش اللي يقولون نحن ننتمي إلى بني أمية ولئن ظفرنا بكم عملنا بكم كما عملوا بأهل البيت. شوف بما أهل البيت راح نفجر قبوركم، قبور أولياءكم، نصنع بكم مثل ما صنعت الدولة الأموية. هذا يفتخرون، هذا افتخار، هذا رضا. ولعمري لو أن رجلا، يقول إمام الرضا سلام الله عليه، قتل ظلما بالمغرب فرضي به رجل بالمشرق لكان شريكا فيه مثل القاتل. من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك. تقرير رسول الله، لأن أقلنا رجل صالح جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول البقيع هذا المكان الطاهر أكو رابطة قوية ما بينه وما بين كربلاء، ما بين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذا البقيع الذي منه تحركت ضعينة الإمام الحسين عليه السلام خارجه إلى الثورة، مستلهما الصمود من تلك القبور بعد زيارتها وتوديعها، عادت ضعينة الإمام الحسين خالية لتستلهم الصبر على المصاب من البقيع الغرق. شوفوا شلون تستلهم الصمود والثورة وتستلهم الصبر على المصاب. فبقيع الغرقد إلهام أيها المؤمنة، نتمسك به، نزوره، نبقى نتعلق به، ونهفو إلى يوم نمر عليه قبابا شامخة، نزور نتعفر على تلك الأعتاب وعلى تلك الأضرحة إن شاء الله. عادت تلك الضعينة، ومن استقبلها، من استقبلت مصائب البقيع وهي أم البنين. أم البنين هي اللي استقبلت مصائب البقيع، اليوم تستقبل مصائب كربلاء بوين؟ بأرض البقيع. ولذلك شوف أم البنين من علمت بمقتل الحسين حالا ذهبت إلى بقيع الغرقد. شوف الرابطة، حالا ذهبت إلى البقيع، صنعت لها قبور أربعة، تقول هالقبور من هالمكان ولهالمكان، اتصال أرواح، اتصال أجساد. ليش ما تبكي بدارها؟ تقول لأن هالبقيع هاي كانت الزهراء تتخذها موضعا لتحريك الثورة، تحريك الضمائر. كانت الزهراء تبكي، وهدموا من ضمن ما هدموا قبة الزهراء
قبة الأحزان يسمونها دار الأحزان التي بنى لها أمير المؤمنين عليه السلام تلك الدار. تأتي أم البنين تخط أربع من القبور وتنادي لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليونث العريس كانت بنون لي أدعى به اليوم أصبحت ولا من بنين أربعة مثل نسور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين كل غايب تقول الناس حتما يخلص غيابك وحين اللي يهز الشوق يرجع يذكر احبابك قلبي سيد تبكي توك جاي من البقيع وتتذكر البقيع تتذكر تلك القبور المسوية بالترام وقلب الجية الغياب وللملقى فتح بابه لا شاف اليدق بابي طالت سافرة أحبابي يمت تعود غيابي ليش اللي تريد الروح علي يا خلق أبعد قل وديعة فاطمة امتى وبقايا عمري وسنيني فدوة روح لك روحي وبنيني يا نظر عيني يا أبا عبد الله فدوة روح لك روحي وبنيني يا نظر عيني صار الموت حال وصار حايل بينك وبيني يا مهجيت قلب فاطم بس كونك ترد سالم ميعود ميعود أم البنين أفديك بقمر هاشم وكل ولدي لك فدوة يا والباري علي يشهد بعد أن تخلص بكاءها بالبقيع وين تروح يقول تقف على باب المدينة لعل ضعينة الحسين تمر عليها وتسأل الضعين أنا لقعيد على درب الضعون وسائل اليرحون ويجون يا بكل من لهم غياب يلفون يا وانا غايب باللحد مدفون يا ابا انا غايب باللحد مدفون إلى يوم كانت تلاعب الفاضل وإذا بها ترى المدينة منقلبة نادت مالي أرى المدينة تموج بأهلها قيل يا أم البنين عادت ضعينة الحسين تعرف أم البنين ضعينة وردت لكن خالية من الحسين هي ضعينة الحسين ولذلك سوت يقول لبست السواد حملت الطفل على كتفها توجهت والناعي ينادي يا أهل يثريب لا مقام لكم بهم قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلا يا مضرجه والرأس منه على القناة يدار يقول حاولت أن تصل إليه لكن توارد الناس منعها نادت يا ناس بالله دف رجول وخلوه ينزل عن ذلول أنا بسائل بالله ورسوله
يوم التقت دولة بدولة عباس راعي الزود لولة. سمعها من هذه المرأة؟ قيل له هذه أم البنين زوج أمير المؤمنين والدة العباس بطل كربلاء. يقول جاء إليها مسرعا: عظم الله لك الأجر في عبد الله وجعفر وعثمان. قالت: يا هذا ما سألتك عن أبنائي، أخبرني عن حبيبي الحسين. يقول: أريد أمهد لها، ما أريد أفاجئها بمقتل الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. شوف مكانة العباس في قلبها، لما سمعت خارت قواها، سقط الطفل من على كتفها، رفعت كفها وضعته على قلبها، قالت: يا هذا قطعت نياط قلبي العباس، ومن على الغبرة فداء لأبي عبد الله، أخبرني عن حبيبي الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأيد في سيد الشهداء. فلطمت على صدرها ونادت: وولدا وحسينا. قيل توجهت إلى موضع رحل الإمام السجاد، ورواية أخرى لا، وين التقت وياها؟ في دار الحسين. زينب جلست في دار الحسين، تنتقل من دار إلى دار، تسأل عن غيابها: يا دار حاجين وحاجين، يا دار عزيني وعزيني، يا دار وين حسين راعيش. هاي زينب تخرج من دار، تدخل إلى دار، وإذا بأم البنين وقفت على الباب. إجت أم البنين تقوم وتطيح، صاحت: يا زينب، وهي تصيح: وين اهلك يا زينب والمصابيح، وين حسين والعباس الازهار. من هذه المرأة؟ إلى امرأة واقفة على الباب تقول: أنا صاحبة المصاب الأعظم، أنا شريكة زينب في المصائب والرزايا. تقول لنا: قولوا لزينب إن أمك على الباب. يقول: لما سمعت زينب قالت: ويلكن هذه أم البنين. خرجت إليها فضمتها زينب إلى صدرها. قالت أم البنين: من هذه المرأة؟ أنا أريد زينب. قيل لها: هذه زينب. يقول: رقت لها: أنت زينب، شاب شعرك، انتحل بدنك. قالت: حقيقا على من رأى مصائب كربلاء أن يجري عليه ما جرى علي. يقول: هنا إجت أم البنين وضمت زينب إلى صدرها وتصيح: يا زينب، وهي تلطم على الراس، على الراس، ومن المصيبة أم البنين تصعد أنفاس: لحسين وين يا الوديعة، وين عباس فرسان غالب، وين عنك يا زكي. صاحت صوت: يا فقدي الأطياب، والله شموحشة يا دار الأحباب. هناك وسمعن الصرخة ورا الباب: أنا أم عباس جيتك لا تفتري. يقول: تسأل أم البنين زينب: زينب، هل بيض العباس وإخوته وجهي عند فاطمة يوم القيامة؟
زينب أصدقين الخبر إذا قصر العباس في نصرة الحسين ترى أروح إلى كربلاء أقعد على قبر أعاتبه أحرم عليه اللبن الذي شربه. بل أخبريني عن راعي المحنة عزنا وضمدنا الراح منه يا زينب كان من تراضين عنا نقصد كربلاء وعاتبا وحرم حليب الشرب منه. اسمع اسمع شو تقول زينب، قل هلا يا ام عباس ما قصر العباس جود ووفا ومرجله كاسب الناموس، يا ام عباس سمعي وش تقول الناس قطعوا جفوفه للشهيد وفضخوا الراس. عن راعي المحنة أخبرك يا حزينة خاض الماي لكن ما شرب حامينة وعلى الماي قطعة ويسرته ويمينه وبالعمد فضخة وهامته والسهم ناشب بعينه. اشعدها اشعدها سؤال ام البنين، قل لها عادة المسافر يأتي بتحفة من سفره، هل جئتنا بتحفة من سفرك هذا؟ قالت بلى، تحفة خاصة من جسد ابي الفضل العباس، جئتك بشيء من دم رأسه من دم عينه من دم كفوفه. قالت ما أغلى ما أغلى هذه التحفة، أين هي؟ قالت لا لا أخرجها إلا في دار أبي الفضل العباس رحمك الله أبو يوسف. ها احنا إلى جواره، هنا إلى جوار بني جمر رحمك الله أبو يوسف. صاحت بقد قومي وياي بالله الحجرة العباس، ليش تحفة سفر عندي وما ودي تشوف الناس؟ ما هي هذه التحفة؟ قالت دم جفوف ابو فاضل ودم عينه ودم الراس، لان ام البنين تصيح يا زينب فجعتيني. اسمع هالبيت واختم وياك، تقلها صدق، هذا سؤال ام البنين الاخير، تقلها صدق رضا وجثة المذبوح وهي مقطعة والنار شبت في خيمكم والحريم مروع المعدرة، يا زينب ومن على راسك خذوا منك يا بنت المقنعة. رحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسر بوادي الله. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع اخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم من على مرضانا وجرحانا بالشفاء العاجل يا كريم. اللهم انفك عن كل اسير وفرج عن المكروبين والمسجونين يا الله. اللهم رد عن كل غريب، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم أيد العلماء العاملين الربانيين وفرج عنا وعنهم يا كريم. وأني الحاضرين
والمسببين لهذا الاجتماع والاجتماع احفظهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم وإلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين والشهداء رحم الله من يهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.